صباح الخير، أهلا دكتور يوسف. هذا الرسم حلو، اللي يقول مو حلو أطلعه من البث، اللي يقول حلو أسوي له لايك. خلنا نسوي سيتم حفظ البث. صباح الخير دكتور فرقد، الله يعينك وشفاء ان شاء الله يا ربي العاجل لكل مرضاكم. حلو يا ستيليس، اول واحد نافق لي. يعني تغيير جو شوي، نرسم سكول مستقبل بالفن ان شاء الله. Just a minute. اوكي، احنا طبعا انتظرنا دقيقة اعتقد صارت، اللي يعني كان يحب ينضم، شكرا، كان يحب ينضم لنا يعني ينضم، فهسه نبلش نسولف. اوكي، حتى لا نضيع وقت. الموضوع ما راح يطول ويانا، بس راح نركز على الشغلات المهمة اللي تهمنا بالطوارئ، زين، على مود لا يضيع البيشنت عندنا ولا يروح من عندنا ابو الاورجانوفوسفيت بويزن قدر المستطاع. اوكي، ايش راح نحكي اليوم؟ اول شيء راح نحكي يعني ببساطه الاسئله تتراود لنا، هو شنو الاورجانوفوسفيت بويزنينج، مين يجي، شلون واحد ممكن يعني جيت انفولد بالبويزنينج، شنو الباثولوجي مالته، شنو الباثوفيزيولوجي، شلون يصير البويزنينج، كلينيكال برزنتيشن، شلون اشوفه للبيشنت، دايجنوسيس ومانجمنت. يعني هاي التسلسل المنطقي. اول شيء راح نحكي شنو يعني وات او مو وات، اول شيء خلينا نقول الابيديميولوجي، زين، منو الانفولد وشلون يكون انفولد، ثم الباثوفيزيولوجي، ثم بعد الباثوفيزيولوجي نحكي الكلينيكال برزنتيشن، ثم الدايجنوسيس، ثم التريتمنت بكل بساطه، اخيرا الديسبوزيشن ويا التريتمنت. يعني البيشنت راح يطلع، راح يبقى يدخل اي سي يو، راح تشي ويا التريتمنت، يعني ما راح تشي بنقطه خاصه. احنا بالامرجنسي عندنا دائما اكو نقطه يعني نذكرها بعد التريتمنت اسمها ديسبوزيشن. يعني شنو ديسبوزيشن؟ يعني البيشنت وين راح يروح؟ يطلع للبيت، يدخل للورد، يدخل اي سي يو، وين يدخل بالضبط؟ يبقى بالامرجنسي اوبزرفيشن، زين. فالديسبوزيشن يعني مصيره البيشنت وين، هذا كلش مهم عندنا، لانه هي اصلا الامرجنسي فد مكان temporary، ما يبقى بالبيشنت يعني فترة طويلة ساعات. اوكي زين، نرجع هسه اول شيء نحكي على الابيديميولوجي، من اللي يكون معرض للأورجانوفوسفيت. احنا معروف ان الأورجانوفوسفيت موجود عندنا بالانسكتسايز او المبيدات الحشرية، زين، فاللي يتعرض للمبيد الحشري ممكن يتعرض للبويزنينج. شلون ممكن يتعرض للمبيد الحشري؟ شنو الروتس اوف اكسبوجر؟ ممكن يكون درمال، وحكيت لكم يعني البث السابق اللي انقطع انفصل بسبب الخط، على الاب اللي حط على راس ابنه اورجانوفوسفيت انسكتسايد مبيد حشري على مود يقتل القمل، زين، فاذى الابنه، سوى له بويزنينج من وراء هاي السالفه. درمال اكسبوجر، انهيليشن يعني ريسبيراتوري، زين، واحد انهيليشن وانجستشن، انجستشن خلينا نقول انهيليشن وانجستشن، ممكن انجستشن يعني سوسايد. هو يجون المبيد لانه موجود ومتوفر و يعني هو السم، يعتبر سم للحشره، ف it is easily ممكن يفكر بالشخص اللي ينوي السوسايد، زين، فهذا سم وموجود قباله، فهواية يجون سوسايد باي انسكتسايدز ذني كمان كلش نشوفهم. وممكن قلنا اكسيدنتال اكسبوجر مثل هذا اللي حكيت لكم قصته، او ممكن يعني ذول اللي يشتغلون بالزرع ويستخدمون مبيدات، زين، فممكن يتعرضون الى اكسبوجر وبويزنينج. يستخدم بالحروب التيرورس، طبعا سابقا كانت تستخدم بالحروب، وهسه من الاسلحه المحظوره اللي هي الاسلحه الكيميائيه، زين، التيرورس يستخدموه لا زال او يستخدم
بالجازز اللي يسموها النيرف جاز، نيرف جاز اللي هي منها الفي اكس والسارين، اللي هي نفس المبدا مال الاورجانوفوسفيت بس اقوى بهوايه. يعني الانسكتسايد هو المقصود بقتل حشره، بينما هذا اللي النيرف جاز المقصود بقتل انسان، ولهذا الافكتس مالته يكون اقوى. اوكي، هذا الابيديميولوجي شوي حكينا عنه مال الاورجانوفوسفيت. نجي على الباثوفيزيولوجي، شنو الشغل مالته، شلون يشتغل بالضبط. اكو عندي اني نيرف اندينجز يطلع من عندها ستايل كولين، زين راح نجي نحكي بعدين بالكلينيكال برزنتيشن الستايل كولين بالضبط شلون يطلع، منين يطلع، و شنو الافكتس مالته، حتى نحكي كلينيكال برزنتيشن. بس خلينا بس مجرد نعرف انه الستايل كولين راح يطلع عندي من النيرف اندينجز، يجي على ريسبتر، الريسبتر يا اما ماسكارينك او نيكوتينيك ريسبتر، بغض النظر هسه شنو ريسبتر، يجي ريسبتر ويسوي كلينيكال افكتس. يعني يجي الاستايل كولين يقعد على الريسبتر يسوي كلينيكال افكتس، ثم يجي انزيم اسمه اسيتايل كولين استريز، شوف استريز، استريز يعني يفكك، زين يجي على الاستايل كولين يفككه ويكسر. اوكي، يفككه ويكسر الاستايل كولين، فنو مور بعد يصير افكتيف ونو مور افكت. يعني الاستايل كولين يجي يسوي الافكت، يخلص الافكت ما تخلص شغله ثم يتكسر باي بالاكشن مال استايل كولين استريز. استايل كولين استريز موجود بعده مكانات بالبودي، موجود بالبلازما، موجود بالار بي سيز، موجود بالنيورو ماسكولر جانكشنز، موجود بعده مكانات بالبودي، اكو سيدو واكو ترو كولين استريز، عرفكم هالسوالف هاي كلها. اوكي، خلينا هسه اكو استايل كولين يشتغل على ريسبتر، استايل كولين استريز يكسره ورا ما خلص شغله، نقطة على السطر. يجي الأورغانوفوسفيت، الأورغانوفوسفيت يجي هنا يسوي الإفكت مع الأورغانوفوسفيت، أورغانوفوسفيت يجعل يرتبط بالأسيتايل كولين، الأورغانوفوسفيت يرتبط بالأسيتايل كولين إستريز، سوري أسيتايل كولين إستريز إنزيم، زين وشي يسوي prevents its from affecting أو destruction أو degrading للأسيتايل كولين، فيبقى يصير accumulation of acetyl choline. يعني هذا يجي يرتبط بالacetyl choline esterase المسؤول عن تكسير الacetyl choline، acetyl choline يصير بaccumulation فيصير more effects على على الريسبتورز المسكارينك والنيكوتينك ريسبتورز، ويبدي عندنا clinical signs and symptoms of toxicity. اذا ال effect مال organophosphate ارتباطه بهذا الانزيم اللي يكسر الacetyl choline، فيبقى الacetyl choline ما يتكسر، فيصير عندي اكسس استايل كولين، فيصير عندي الافكتس مال توكسيتين تشي ساين سيمتومز مال اكسس اسيتايل كولين. يعني ببساطه كولينرجيك، لان هذا كولينرجيك استايل كولين، كولينرجيك كرايسيس، كولينرجيك كرايسيس مينلي، هذا اللي نشوفه اكيوتلي بالامرجنسي ديبارتمنت لما نحكي هسه بالكلينيكال برزنتيشنز. هسه لحد الان هو شنو اللي عيد عيد الباثوفيزيولوجي، باثوفيزيولوجي استايل كولين يطلع من النيرف اندينجز، زين استايل كولين يشتغل على ريسبتر ماسكارينك والنيكوتينك ريسبتر وات ايفر، يسوي افكت معين. هسه ماذا نحكي احنا تفاصيل اللي راح نحكي بالكلينيكال برزنتيشن، يصير افكت معين زين، بعدين من يخلص شغله الاستايل كولين يفك ارتباطه من الـ من الريسبتر، يجي الاورجانا سوري الاستايل كولين استريز اللي هو انزيم يكسر الاستايل كولين ويخلص، انتهى الموضوع، اشتغل الاستايل كولين خلص شغله، اجى الاستايل كولين استريز كسره، تمام. الاورجانوفوسفيت شو يسوي، يجي يرتبط بالاستايل كولين استريز، يمنع استايل كولين استريز من يسوي شغله ويكسر استايل كولين، ما يقدر بعد يكسر استايل كولين، فالاستايل كولين من ما يتكسر شو راح يصير عنه، راح يتجمع زين هنا بالريسبتر، فمن يتجمع شو يصير، يصير الشغل مالته مضاعف، يعني على الاكيوميليشن اوف استايل كولين زين يصير الافكتس هوايه، يصير الافكتس هوايه، مو نورمال افكت مال ستايل كولين، يصير اكسسيف، فتبدي عندي ساينز والسيمبتومز وتسمى كولينرجيك كرايسيس لما تجي اكيوت، لما تجي اكيوت سميها كولينرجيك كرايسيس. هسه الباثوفيزيولوجي مال ستايل كولين مال اورجانوفوسفيت بويزنينج بشكل بسيط جدا، زين اعتقد صار مفهوم، هذا يرتبط بالانزيم فما يتكسر ستايل كولين، يتجمع يصير افكتس. زين نجي هسه بعد ما شرحنا الباثوفيزيولوجي بشكل سريع
نجي نحكي كلينيكال برزنتيشن. كلينيكلي البيشنت شنو يصير عنده؟ اكو مخطط حلو موجود بروزن، انا ارسم لكم اياه يعني هنا، وتقدرون ترجعوا له بروزن كلش حلو زين، يشرح لك الساينز والسيمتومز مال اورجانوفوسفيت بويزنينج شلون تصير بالضبط. عندك انت النيرفس سيستم زين، لانه استالكولين يطلع من النيرفز زين، فالنيرفس سيستم تقسمه الى سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم بي ان اس. السنترال نيرفس سيستم زين بالسنترالي تجمع الاستايل كولين، تجمع الاستايل كولين يسوي عندك البيشنت السيمتوم سيجر وكوما. تجمع الاستايل كولين بال سنترال نيرفس سيستم يسوي لك سيمتومز سيجر اند كوما ممكن يعني. البريفرال نيرفس سيستم، بريفرال نيرفس سيستم شنو قسمه الى سوماتيك واوتونوميك زين، سوماتيك واوتونوميك. السوماتيك هنا النيورو ماسكولار جانكشن نيكوتينيك ريسبتر، انتبه هنا نيكوتينيك ريسبترز موجوده. شي يسوي الافكتس مالته على النيكوتينيك ريسبترز هنا؟ يسوي الاعراض التاليه: ويكنس، ممكن باراليسس، باراليسس وفاسيكوليشن. فاسيكوليشن انتبه الافكتس على النيكوتينيك ريسبتر بالنيوروماسكولار جنكشن سوماتيك نيرفس سيستم عند النيكوتينيك ريسبتر شي يسوي ويكنس باراليسس فاسيكوليشنز. هاي السيمتومز نتيجه تجمع الاستايل كولين هنا والافكتس على النيكوتينيك ريسبتر. الاوتونوميك نيرفس سيستم انقسم الى بارا سيمباثيتك وسيمباثيتك. طبعا اكو بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك زين. هذا النيورون البري جانجليونيك اوكي، هنا انا يا ريسبتر نيكوتينيك. دائما الجانجليونز سواء سيمباثيتك او بارا سيمباثيتك هنا الريسبتورز هي نيكوتينيك، نيكوتينيك ريسبتر. ثم البوست جانجليونيك يعني الجانجليون هاي نيكوتينيك ريسبتر سواء كانت سيمباثيتك او بارا سيمباثيتك نيكوتينيك ريسبتورز. السيمباثيتك نيرف البارا سيمباثيتك نيرفس سيستم، البوست جانجليونيك النهايه مالت النيرف اندينج تيجي على ماسكارينيك ريسبتر، ماسكارينيك ريسبتر. هنا السيمباثيتك على ادرينرجيك ريسبتر، ادرينرجيك ريسبتر اللي هي الالفا والبيتا باي افكت اوف نور ابي نفرين. هنا افكت اوف اسيتايل كولين، اسيتايل كولين. طبعا اكو اكسبشن اللي هو راح نحكي عنه ان شاء الله، سويت جلانس هي كولينرجيك، هي صح سمباثيتك بس كولينرجيك هي اكسبشن، والا البوست جانجليونيك كلها ادرينرجيك. هذا فيزيولوجي، هذا انتم تعرفوه يعني، انا ما احكي في شيء غير بس نحكي هسه السيمتومز اللي تصير من الاكسسيف زين بارا سمباثيتك ستيميوليشن اللي السلاج اللي نعرفه، او خلينا نقول الدمبلز لان تجمعهم كلهم الدمبلز الدي دياريا، دياريا بابا يقوم يخر سوائل من كل مكان، فلويدز تطلع من كل اورفيس بالبادي. اليو يورينيشن او يورينري انكونتيننس زين، اليورين يصير هوايه. الام مايوسيس. البي يسموها الكيلر بيز، ثلاثه الكيلر بيز، واحد اثنين ثلاثه اللي هي برادي كارديا برونكو ريا يعني اوفر سكريشن بالبرونكيولز، وبرونكو كونستريكشن، برونكو كونستريكشن باو عليه يسموها الكيلرز بي، ثلاثه بي ذني تقتل، برادي كارديا برونكو ريا يعني اوفر سكريشنز بالبرونكيول وبرونكو كونستريكشن، برونكو كونستريكشن كلها افكتس على المسكا رينيك ريسبتورز. الاي اميسز، الال
lacrimation والاس salivation. Salivation اوكي. ذني الافكس على المسكارينك ريسبتر زين يسوي لنا هذا الافكس. نجي على السمباثاتيك. سمباثاتيك نيرفس سيستم تسوي لك البيشنت هايبرتنشن زين تاكيكارديا نتيجه الانكريز سمباثاتيك اكتيفيتي تاكيكارديا وميدرياسيس زين اوكي هايبرتنشن تاكيكارديا ميدرياسيس هاي الافكتس منو مال السمباثاتيك سيستم. طبعا السمباثاتيك سيستم قلنا ثرو مو الادرينرجيك ثرو كولينرجيك سمباثاتيك هم سمباثاتيك بس كولينرجيك فشي يعني يختلف عن الستاندرد سمباثاتيك اللي هي كلها ادرينرجيك عدا السويت جلاند فممكن البيشنت يصير عنده دايافوريسيس منين جت الدايافوريسيس من الكولينرجيك سمباثاتيك يعني اكو بوست جانجليونيك نيورونز خاصه تروح للسويت جلاند نهايتها ماسكارينك ريسبتورز وليس ادرينرجيك ممكن تسوي لك دايافوريسيس بس هي تابعه للسمباثاتيك سيستم اوكي. ذني الساينز والسيمتومز اللي يجيك البيشنت اكيوتلي اللي تسوي ممكن الكولينرجيك كرايسيس يجيك بيشنت للامرجنسي ديبارتمنت اوكي. وضحت هسه اعتقد ساينز سيمتومز قسمناها نيرفس سيستم سي ان اس سيمتومز سيجر وكوما البريفيرال نيرفس سيستم سوماتيك اوتونوميك السوماتيك الافكت على النيكوتينيك ريسبتور بالنيوروماسكيلر جانكشن ويكنس باراليسيس فاسكيليشن. على الاوتونوميك نيرفس سيستم قسمها الى سمباثاتيك وباراسمباثاتيك. الباراسمباثاتيك ذني البري والبوست جانجليونيك بالجانجليون كلها نيكوتينيك ريسبتور بوست جانجليونيك هنا ماسكارينيك هنا ادرينرجيك. الماسكارينيك افكت شو تسوي له دامبلز دياريا يورينيشن مايوسيس كيلرز فيز براديكارديا برونكوريا برونكوستريكشن اميسيس و لاكريميشن سلايفيشن يعني سكريشنز من كل اورفيس تطلع عندك. نجي على السمباثاتيك زين ادرينرجيك تعرف النور ادرينالين شو يسوي هايبرتنشن تاكيكارديا ميدرياسيس تمام. دايافوريسيس ممكن ثرو ماسكارينيك او يعني كولينرجيك سمباثاتيك افكتس على السويت جلاندز. هسه وضحت هاي كلينيكال برزنتيشنز مال البيشنت. نجي على طبعا هذا اللي يجيك بالاكيوت توكسيسيتي. ممكن البيشنت يجيك بشيء اسمه انترميديت سيندروم IMS. شنو هذا IMS؟ شنو الانترميديت سيندروم؟ ممكن البيشنت يجيك ورا 24 hour الى 96 hours زين 96 hours يعني 4 ايام من يوم الى 4 ايام واحد زين الى 4 days after resolution مال cholinergic crisis ورا واحد الى 4 ايام يجيك البيشنت with features مال muscle weakness او paralysis وممكن تكون respiratory muscle paralysis بالمناسبة ممكن تكون respiratory muscle paralysis يجيك بالضبط الكوز مالته يعني ما معروف بالضبط الكوز مالته what is the cause ما معروف زين بس ممكن يجيك هذا يسموه intermediate syndrome او يجيك البيشنت with a chronic toxicity chronic toxicity. ليش تصير chronic toxicity؟ sometimes اكو some of طبعا الorganophosphates مجموعة molecules يعني مو نوع واحد من molecules فاكو قسم من molecules المتابولايتس مالتها ممكن يصير بها effects خصوصا اذا low exposure فما ينطيك فد symptoms ببداية او انطاك symptom بعدين صار resolution ورا فترة يعني يصير عند البيشنت المتابولايتس ممكن تسوي effects after تقريبا 7 to 21 days هاي الactive metabolize ممكن تضيق toxic effect يعني toxic effect. شنو toxic effect؟ يجي patient يصير عنده peripheral neuropathy نتيجة what؟ نتيجة chronic toxicity خصوصا إذا low exposure over long time ممكن يصير عنده chronic toxicity. طبعا ممكن البيشنت يصير عنده reactivation of symptoms او البيشنت اذا تعرض الى فد agent high lipid soluble طبعا هي كلها organophosphate lipid soluble high lipid soluble ممكن بالبداية منطيك فد mild symptoms
بس بعد فتره يصير ريليز من الاديبوز تشو من الليبيدز للبادي، فتبدي عندك تزيد السيمتومز والساينز اوف توكسيسيتي تبين بشكل اوضح. اوكي، بس مبدئيا خلوا بالكم هاي الاكيوت بويزنينج لان السيمتومز حكينا كولنرجي كرايسيس، ممكن البيشنت يصير عنده انترميديت سيندروم، هاي الساين سيمتومز مالته بعد 24 الى 96 ساعه من الريزوليوشن. شوف من الريزوليوشن اوف كولينرجي كرايسيس ممكن يصير عند البيشنت ويكنس باراليسيس، وممكن ريسبيراتوري ماسلز تكون افكتد بالباراليسيس والويكنس. هذا الحكي ما معروف السبب مالته، وممكن بيشنت كرونيك توكسيتي خصوصا اذا لو اكسبوجر اوفر لونج بيريد زين، او البيشنت حتى لو صار عنده كولينرجيك بالبدايه اكيوت توكسيسيتي ورا 7 الى 21 يوم من الاكيوت توكسيسيتي ممكن البيشنت يجيك وذ بريفرال نيوروباثي. شنو السبب مالتها؟ الميتابولايز الاكتيف ميتابولايز مال الاورجانوفوسفيت مولكيولز ممكن السبب عندك هالشيء. اوكي، هاي الكلينيكال برزنتيشنز. نجي على الدايجنوسيس. دايجنوسيس تشخيص. الدايجنوسيس از كلينيكال، يعني حتى نجي للواقع الدايجنوسيس كلينيكال. ما راح تشخيص البيشنت يجيك توكسيدروم مال كولينرجيك كرايسيس او كولينرجيك توكسيسيتي، تقدر تشخصها انه هذا اورجانوفوسفيت ممكن، وطبعا هيستوري انه تعرض للاورجانوفوسفيت، او يو سسبكت سسبكت جاست انه بيشنت كلينيكال يعني كلينيكال ساينز وسيمتومز، يو سسبكت انه هذا ممكن اكسبوز تو اورجانوفوسفيت، او تخلي ديفرنشال دايجنوسيس على حسب باراسمباثيك اوفر اكتيفيتي سمباثيك اوفر اكتيفيتي، شنو اللي عندك البريدومينانت تخلي عندك ديفرنشال دايجنوسيس. المهم فممكن يعني السيمتومز والساينز وحدها، ممكن اكو هيستوري اوف اكسبوجر يكون واضح. ممكن تستعين باللاب انفستيجيشنز. اللاب انفستيجيشنز هنا المهمه عندنا هي الانفستيجيشنز ذات يعني توضح لك الكارديوفاسكولار ستاتس، الريسبيراتوري ستاتس، الالكترولايتس، الفلويدز، الاسيد بيس. زين ذني اللي الالكترولايتس والاسيد بيس اي انفستيجيشن، الفلويد ستاتس من الـ من الـ من الكلينيكال برزنتيشن يعني اكزامينيشن، زائد ممكن انفستيجيشن مثل السيرم اوزمولاريتي زين واليورين اوزمولاريتي تعطيك فكره عن الـ عن الفلويد ستاتس، كلها لها اهميه. ممكن تسوي السيرم او الار بي سي اسيتايل كولين استريز، اسيتايل كولين استريز ليفل، شوف الاستايل كولين استريز ليفل بالسيرم او الار بي سي، بالسيرم او الار بي سي، وتشوفه اذا كانت ديكريزد اور نوت. عاده بالاكيوت توكسيسيتي اول شيء ديكريزد بالسيرم بعدين الار بي سي. بالاكيوت توكسيسيتي تلقى السيرم ديكريزد الاستايل كولين استريز. بالمناسبه حتى لا تعتمد انت، لان هو هذا عاده استايل كولين استريز ليفل ما موجود الا اذا عندك بويزن كنترولز يعني بويزن سنتر موجود بمدينه الطب، اكو بويزن سنتر، فممكن اكو عينات احيانا اذا صبح وممكن تندز وذ كوميونيكيشن ممكن تدزه الى مركز السموم في مدينه الطب يسوي لك التحليل زين، بس ما راح يفيدك بالدايج يعني انت راح تبدي مانجمنت على كلينيكال برزنتيشن مو على 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 لاب انفستيجيشن، وهذا وورلد وايد ما يعتمدون على اللاب، بس اللاب تنطيك فكره بعدين ايش راح تفيدك، راح تفيدك بالفرذر مانجمنت وبالبروجنوسيس وبالديسبوزيشن مال البيشنت. المهم تسوي السيرم والار بي سي استايل كولين استريز ليفل، تلقى بالأكيوت توكسيتي سيرم ديكريز قبل الار بي سي، بينما بعدين ورا فترة تلقى انه السيرم ممكن تلقاه نورمالايزد، بس عندك الار بي سي ستايل كولين استريز بعده لو، لانه هذا النورمالايزيشن مالتها تقريبا تاخذ لها 4 الى 6 اسابيع، بينما هاي تاخذ لها 12 اسبوع يلا سبيها نورمالايزيشن، فاوفر يعني برولونج بيريد تلقى هاي يعني متباينة. أول شيء بالبداية بالأكيوت تلقى السيرم ديكريز استايل كولين استريز قبل الار بي سي زين، بعدين تنزل الار بي سي، بعدين ورا فترة السيرم يتعدل ورا 4 إلى 6 أسابيع، بينما الار بي سي يتأخر إلى 12 ويك يلا يصير بي يعني كوركشن. أوكي، فهاي بالنسبة استايل كولين استريز. استايل كولين استريز لما يعني كل ما صار الليفل ما تأقل كل ما المفروض الكلينيكال ساينز والسيمتومز كلينيكال توكسيسيتي تكون أسوأ. أوكي، يعني تكون مور سيفير. إذن
عندي ال diagnosis clinical mainly، ممكن استعين باللاب investigation. اللاب investigation اللي تراوي الكارديوفاسكولار ستاتس والريسبيرتوري الاسيد بيس والالكترولايتس والفلويدز، بالاضافه الى clinical examination السيرم اوزمولاريتي واليورين اوزمولاريتي. الاسيد بيس اهميتها تنطيك بروجنوسز. البيشنت اللي عنده اسيدوسز، البيشنت اللي عنده اسيدوسز هذا يكون worse outcome. البيشنت اللي عنده اسيدوسيس يكون ورس اوت كم، مو مثل البيشنت اللي ما عنده اسيدوسيس. اوكي، فممكن تفيدك كبروجنوستيكيشن بالاضافه الى معرفه الوضع مال البيشنت ات ذات تايم. اذا دايجنوستيك كلينيكال، لا تنسى دايجنوستيك كلينيكال. نجي على الجزء المهم اللي هو تريتمنت. تريتمنت اوف اورجانوفوسفيت بويزنينج. الاورجانوفوسفيت بويزنينج او اي بويزنينج احنا عندنا نتذكر اول شيء هو السبورتيف كير. Supportive care. مو هذا general approach to poison. For any poison patient, general approach. عندك supportive care. ثم decontamination. ثم enhanced elimination. بس انتبه عليها. أكو أشياء راح أمسحها. Enhanced elimination. وأخيرا عندنا antidote. هاي مو بتسلسل يعني. بس هسه راح أجي يعني امسح واضيف واعدل شويه، اصعد وانزل. بس هاي الجنرال حكيناها بالجنرال بويزنينج مانجمنت، سبورتيف كير، دي كونتامينيشن، انهانسد اليمينيشن، وانتيدوت. ارجعوا للبث مال الجنرال ابروتش تو بويزن بيشنت وشوفوا اللاينز اوف مانجمنت اللي حكيناها. بالاورجانوفوسفيت اكسبوجر خصوصا اذا البيشنت عنده يعني هيفيلي contaminated أو contaminated dermally، تنحط هاي لي قدام. يعني decontamination first قبل ما تدخل البيشنت أصلا وتشوفه بالإمرجنسي، he must or she must be decontaminated area. decontamination area outside بالfield ممكن أو outside the emergency department. زين قبل ما يدخل الإمرجنسي الهدوم مالتهم discarded. زين وتروح بعدين إلى يعني hazardous wastes، مو بأي مكان تنحط. ال 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 ينغسل البيشنت، يتنظف ينغسل بال يعني بالwater. زين flushed to إنه من تتعامل وياه بعدين حتى ورا decontamination لازم تلبس ال personal protective equipment. الgloves مو تلبس اللاتكس، تلبس nitrile gloves هاي اللي ما بيها powder. زين تلبس gown، تلبس googles. زين تلبس يعني complete protection، standard protection. زين على مود let يعني ليصير cross contamination. والpatient أصلا هو المفروض decontaminated. المي اللي ينزل من الpatient زين من قبل ما يدخل الemergency during decontamination ينجمع بمكان خاص، ما يروح وينذب هيجي هذا المي بالمجاري هيجي يعني، ويروح ويا المجاري ويروح للمي مال الإساءة بعدين يعني يروح ويا مي المجاري للنهر ينذب. لا يعني disposed بمكان خاص، disposed المكان خاص. أنا ما أعرف بعدين وين يودوه، بس المهم ما ينذب ويا المجاري ويا المي الاعتيادي. أوكي، هاي decontamination لها priority. إذا الpatient ينغسل ملابسه تروح والمي اللي ينزل من عنده كل اثنيناتهم يعني disposed specifically. زين والمريض يدخل للإمرجنسي ومتتعامل وياه تلبس personal protective equipment. زين decontamination للجي اي ماكو، يعني إذا واحد سوى ingestion زين تريد تسوي له gastric lavage أو activated charcoal there is no rule، لأن هو أصلا البيشنت راح يجيك with vomiting وديارية. زين no benefits لا من الactivated charcoal ولا من الgastric lavage، فno rule. ففقط عندنا dermal decontamination. dermal decontamination gastric decontamination has no rule. نجي على supportive care. supportive care patient راح يجيك mainly with airway and respiratory symptoms. زين هاي اللي تخوف بالبداية، هاي اللي ممكن تقتل. bronchoconstriction patient airway obstruction over secretions aspiration. زين تخص الايرواي البيشنت الريسبيرتوري فيلير والديستريس اللي عنده. زين هذين اللي تقتل، فدير بالك على الايرواي والبريذنج. شو اسوي بالنسبه للايرواي والبريذنج؟ سكشنينج للايرواي. واذا البيشنت لاحظ ديبرس ليفل اوف كونشسنس انتوبيت. من تستخدم انتوبيشن يستخدم مصر ريلاكسنت هو ساكسينايل كولين
السكسينايل كولين مشكلته انه هو يعني ميتابولايزد باي استايل كولين استريز اللي هو اصلا بمشكله هذا الانزيم. السكسينايل كولين يستخدم باراليسز لما نحط انتوبيشن نورمالي بالرابيد سيكونس انتوبيشن. السكسينايل كولين از ميتابولايزد باي ذا استايل كولين استريز اللي هو اصلا متعطل بالاورجانوفوسفيت بويزنينج. فش راح يصير عندي؟ تخيل هذا شغله بالاوقات الاعتياديه تقريبا 10 دقائق، 10 دقائق ربع ساعه السكسينايل كولين. سكسينايل كولين اعتقد هيك الرمز مال سكسينايل كولين 10 دقائق يوصل ممكن 4 الى 6 ساعات يبقى يشتغل، يبقى البيشنت بارالايزد 4 الى 6 ساعات بالاورجانوفوسفيت بويزنينج. فخلي ببالك هاي النقطه اذا تريد تسوي انتوبيشن، او البتر انه تستخدم ايجنت نون ديبولايزنج ايجنت اللي هو الروك يورانيوم، زين ما يسوي لك هاي الافكتس، وتحط له تيوب للبيشنت. سكشنينج دير بالك انطي للبيشنت اوكسجين اذا يحتاج اوكسجين البيشنت، اذا كان البيشنت هايبوفنتيليشن حط على ميكانيكال فنتيليشن. زين سبورتيف كير لا تنسوها، البيشنت اللي عنده ذني المشاكل هالشكل تعالج، اير واي بروبلم زين سكشنينج الاير واي او انتوبيت اذا احتاج، ريسبيرتوري او بريذنج بروبلم اوكسجينيت ذا بيشنت، عنده مشكله بالفنتيليشن حط على ميكانيكال فنتيليشن، سيركيوليتوري بروبلم بيشنت جه هيمودايناميكلي انستابل البلود بريشر مالته لو، زين انت الانتيدوت اللي حنستخدمه ممكن يعدل هاي الانتيدوت، بيشنت براديكارديا هيمودايناميكلي انستابل لا تنطي البيتا او تاكي كارديا البيشنت فور اكزامبل، براديكارديا او تاكي كارديا لا تتعامل ويا مثل الاي سي ال اس بروتوكول وتنطي الميديكيشنز ذات كوركت التاكي اور براديكارديا، لا انطي الانتيدوت هو راح يعالج الكوز ذن يو ويل بي كوركتد. اوكي ذن يو ويل بي كوركتد. سبورتيف كير نيجي على الانهانسد اليمينيشن نورول، enhanced elimination اللي هي الهيموداياليسز والالكانيزيشن اوف يورين نورول، نورول هنا اذا ايش صار عندي؟ عندي دي كونتامينيشن ديرمال فقط، سبورتيف كير اللي حكيناها، وبقى الانتيدوت. الانتيدوت عندي انتيدوت زين مرحلتين او تايبين. الانتيدوت الاول هو تو ريفرس الاسيتايل كولين افكتس على الريسبتر، والثاني هو تو خلينا نقول يعني هو يرتبط بالكومبلكس اللي صار بين الاورجانوفوسفيت نفسه الاورجانوفوسفيت والاسيتايل كولين استريز و يرجع الافكت مال استايل كولين استريز، يعني خلينا نقول يعالج السبب، سبب المشكله. هذا خلينا نقول يعالج الافكت، الانتيدوت الاول يعالج الافكت زين استايل كولين، الانتيدوت الثاني زين اللي بعدين ننطي يعالج الكوز اللي هو التعطيل مال الانزيم. شنو الانتيدوت الاول؟ هو الاتروبين. اتروبين اتروبين شنو؟ اتروبين انتي كولينرجيك، وين يشتغل على المسكارينك ريسبتور؟ مسكارينك ريسبتور خلنا نتذكر هذا المخطط اللي رسمناه هنا، تذكرون هذا المخطط؟ هذا الباراسمباثيتك هنا المسكارينك ريسبتور وهاي دمبلز زين، فالاتروبين يشتغل هنا على المسكارينك ريسبتور، شو يسوي؟ كومبتيتيفلي يشتغل على السيم ريسبتور سايت اللي يشتغل عليها الاستايل كولين، يقعد عليها الاتروبين فيمنع الاسيتايل كولين انه يجي يقعد زين على هاي الريسبتور، فيقلل الافكتس مال الاستايل كولين. الاستايل كولين هوايه فكل شويه يجي يقعد على الريسبتور، هذا الاتروبين يجي يقعد عليها ويسوي كومبتيتيفلي زين انهبيت زين ذا الاسيتايل كولين فروم برودوسينج اتس افكتس. فذني باو عليه ذني المسكارينك افكت ذني زين يقللهن، ذني يقللهن، وخصوصا احنا ننطي الاتروبين على مود نسوي respiratory secretion dryness او dryness of respiratory secretions. طبعا ما اعرف اذا عبد القادر موجود ويانا زين نسلم عليه
ونقول له، هو نبهني على شغله، قال لي دكتور الله يخليك من ترسم مخطط او من تكتب وضح شويه، باعتبار اني دا اكتب خط سريالي والكلمات ما كملها. فسلم عليه اذا موجود، تحيه له، وقلنا هاي نهدي له هذا البث له، فاحاول اوضحها لان يعني لحد الان نسيت الموضوع، هسه تذكرته. المهم نسوي دراينس، ننشف الريسبيرتوري سكريشن، هذا الرول مال الاتروبين، هذا الاساس الهدف مالتنا انه ننشف الريسبيرتوري سكريشن بالدرجه الاساس زين، ونحسن الريسبيرتوري فانكشن، البيشنت البلاد بريشر مالته يتحسن، الهارت ريت مالته يتحسن. اوكي هذا الايفكت مال الاتروبين. اهلا عبد القادر، عشتيدك عشتيدك، ويل دن. هو انا هسه يلا ذكرت التوصيه مالتك. الاتروبين راح يشتغل لي بهالموضوع هذا، هذا الايم ماتي. اذا الايم ماتي هو ريسبيرتوري يعني سكريشنز، اسويها دراينس، البلود بريشر يصعد فوق ال 80 دا كان البيشنت سيستوليك بلود بريشر مليمتر ميركوري زين، هذا الايم مالتنا. الدراينس يعني البرونكوريا تختفي زين، والهارت ريت إذا كان براديكارديا يصعد فوق ال 80. شوف الرقم 80 تكرر عندك، هذا حسب تنتنالي الرقم 80، يعني هذا الأتروبين تنطيه aiming إنه يصير dryness يدلل عبد القادر نوضحها، dryness systolic blood pressure أكثر من 80 والheart rate أكثر من 80 beat per minute زين، بيت بير مينيت، سيستوليك بلاد بريشر يصعد فوق ال 80 ملم ميركوري، والهارت ريت اذا كان براديكارديا بيشنت يصعد فوق ال 80. هذا الهدف مال هذا الايم من استخدام الاتروبي، يعني تنطي الاتروبين الدوز الى ان توصل الجول مالتك. This is the goal. اوكي ايش قد نطي الاتروبين، ايش قد الدوز، انتبه علي هنا. يعني تحيه ودخول دكتور كريم ويانا هسه بهالنقطه هاي كلش مهم، انه هنا لازم يعني من اول ما يجيك اورجانوفوسفيت بويزنك تبلغ الصيدلاني تقول له راح احتاج الرصيد مالتك اللي موجود بالصيدليه والرصيد مال النفخر مال الاتروبين احتمال احتاجه منك، لان احتمال احتاج اكثر من 500 الى 1000 امبوله على حسب الدوزنج، يعني الدوز مالتها من 500 الى 1000 امبوله بس اول ساعه للبيشنت. انتبه، 500 الى 1000 امبوله باول ساعه، يعني احنا نحتاج هنا باول ساعه من تقريبا قسم من البيشنت مو كلهم من 200 الى 500 ملي جرام اتروبين ان ذا فيرست اور، واذا الاتروبين هي ام ال 0.5 ملي جرام الامبوله الوحده فراح تحتاج 1000، اذا 1 ملي جرام فتحتاج 500 ممكن امبوله، يعني عدد كبير يسوي اكزوشن بالريسورسز اللي موجوده بصيدليه طوارئ. فانت ايرليير بلغ الصيدلاني قل له يابا اتصل بلكي يفتحونا المفخر ويطلعونا من الاتروبين اللي موجود بالمفخر مال المستشفى، راح تحتاج انورمس اماونتس. زين ايش قد الدوز، شلون راح يصير الدوز وشلون دا يصير هيك بالضبط؟ احنا الدوز راح يصير التالي، تبع عليه، نستخدم 1 2 3 ملي جرام، 1 2 3 ملي جرام اي في اور انترا اوسيس، هذا بالنسبه لمن، بالنسبه للادلت، او 0.05 ملغرام بير كي جي بالنسبه للبيدياتريك، هم اي في اي او هم اي في اي او. زين رجعت للخربطه، ام سوري عبد القادر مدى سيطر، زين فرجعت اخربط شويه من يصير هوسه الاوراق. فالدوزنج مال الاتروبين نرجع نكتبها بورقه لخ، دوزز مال الاتروبين كانتيدوت اتروبين هو 1 2 3 ملغرام، هذا ادلت زين اي في اور اي او انترا اوسيس، وبالبيدياتريك بيدز هو 0.05 ملي جرام بير كي جي، هاي البلص انتبه عليه، هاي البلص اي في اي او كان بي ريبيتد كل خمس دقائق بس تنعاد شنو وذ دبلينج، يعني كل اعاده هي دبلينج للقبلها، هي دبلينج للقبلها كل اعاده، يعني اذا انطيت الدوز الاولى واحد ورا خمس دقائق اذا ما وصلت للجول مالتي انط اثنين، ورا خمس دقائق تصير اربعه، ورا خمس دقائق ثمانيه 16 32 64 وهكذا، وصلت الفكره. دبلينج 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 كل خمس دقائق اسوي دبلينج بالدوز زين الى ان اوصل للافكتس مالتي.
للإفكت. الجول ماتي، الجول ماتي حكيناه، دراينس، نشف نشف دراينس، السيستوليك بلود بريشر اذا كان قليل وصل اكثر من 18 مليمتر ميركوري، والهارت ريت وصلها اكثر من 18 بيت بير مينيت. زين اتروبينا وقفه يعني قبل كانوا يعني او تسمع احيانا يقول لك لما يصير مدرياس يعني الاتروبين يسوي مدرياسس زين او يصير تاكي كارديا، تاكي كارديا وقف الاتروبين. لا ذني مو indications حتى نوقف الاتروبين، ذني مو او قلل الاتروبين او وقف الاتروبين، ذني مو indications حتى نوقف الاتروبين. صراحة اللي خوفنا بالاتروبين هي الهايبرثيرميا اللي ممكن تصير، الديليريوم زين. ذني وازن وازن انت بعدين الافكت مال الاتروبين والدوز اللي تنطيه ويا الانتي كولينرجيك توكسيسيتي. بس انت بالبداية عندك ويل بولسز، انت لازم توصل لهذا الجول مالتك ان اوردر تو وات زين. ممكن البيشنت يجي تاكي كارديا او يجي براديكارديا. تاكي كارديا اذا السمباثاتيك سيستم بريدومينيت زين الاوفر اكتيفيتي، وبراديكارديا اذا الباراسمباثاتيك سيستم بريدومينيت، لان مثل ما حكينا احنا بالباثوفيزيولوجي هو ياثر على السمباثاتيك والباراسمباثاتيك يسوي ستيميليشن. المهم فالبيشنت وازن، المهم انت خلي ببالك تنطي 1 الى 3 ملغ او 0.05 ملغ بير كي جي بالبيدياتريك اي في اور اي او، كل 5 دقائق توصل هذا الجول مالك، دراينس اوف سيكريشن، سيستوليك بلاد بريشر اكثر من 80، هارت ريت اكثر من 80، تكرر رقم 80 زين. واذا ما وصلت للجول تسوي دبلينج، تظل تسوي دبلينج كل 5 دقائق، كل 5 دقائق الى ان توصل للجول مالك. من توصل للجول مالتك زين، وراها من توصل للجول وتسوي يسموها هي فول، هذا الجول مالتك فول اتروبينايزيشن، مو المدرياسز والتكارديا فول اتروبينايزيشن، لا هاي الافكتس فول اتروبينايزيشن وصلت لها. شو تسوي النوبه؟ تحسب ايش قد انطيت دوز كيومولتيفلي، يعني من اول ما بلشنا لحد ما وصلت للفول اتروبينايزيشن از جيت طيت كيومولاتيف دوز، تنطي 10 الى 20% منها بير اور وتمشي للبيشنت ان فيوجن. 10 الى 20% من كيومولاتيف دوز تمشي للبيشنت بير اور، تمام. هذا الاتروبين. ثم اكو بيشنتس زين اللي عندهم respiratory failure، اللي عندهم hemodynamic instability، dysrhythmia، seizure، coma، ذول البيشنت اللي عندهم severe او يحتاجون large dose atropine، ذول البيشنت مو simple، ذول يحتاجون antidote to reverse the cause زين، على مود نرجع الاستايل كولين استريز اكتيفيتي، ننطي الاوكسايم يسموها، واكو عده انواع من الاوكسايمز اللي موجود ونحكي عنه، هو البراليدوكسيم، براليدوكسيم خل اوضحها، براليدوكسيم هذا الانتيدوت زين، هذا الانتيدوت. براليدوكسيم ايش راح يسوي؟ ده تلاحظون نتذكر احنا قلنا نيرف اندينج يطلع اسيتايل كولين، يشتغل على الريسبتر، يقعد عليها يشتغل على الريسبتر، اوكي. الاسيتايل كولين استريز شبي مرتبط بالاورجانوفوسفيت، اورجانوفوسفيت فمعطله ما ده يشتغل، يجي البراليدوكسيم يجي يقعد هنا بهذا الكومبلكس، يرتبط بهذا الكومبلكس، فشي يسوي؟ يرجع الاكتيفيتي مال استايل كولين استريز، ترجع النوبه اكتيف. شو تسوي؟ تسوي ميتابوليزم لاستايل كولين وتسوي ريفرس للسيمتومز، تسوي ريفرس للسيمتومز. ايش قد نعطي الدوز مال البراليدوكسين؟ البراليدوكسين الدوز مالته دوز الاتروبين بالمليغرام، اذا تذكرون بالمليغرام البراليدوكسين دوز مالته بالجرام،
البراليدوكسيم الدوز مالته مثلا انا الدوز مال البراليدوكسيم تلا يحكي علينا عبد القادر براليدوكسيم الدوز مالته 1 to 2 gram IV or IO او بالبيدياتريك 25 الى 50 ملي جرام بير كي جي ايضا IV IO وممكن IM بالمناسبة يعني ذني ممكن ينطن الاتروبين زين اذا ما لقيت IV لاين ممكن تنطي IM وكذلك البراليدوكسين اذا ما لقيت IV لاين ممكن تنطي IM يعني هاي للعلم فقط يعني ما مكتبت هاي الاتروبين براليدوكسين اذا ما لقيت IV او IO لاين ممكن تنطيهم IM انتراموسكولار بنفس الدوز اوكي ثم بعدين can be repeated hourly كل ساعة ينعاد البراليدوكسين بالدوز هذا زين إلى أن تشوف تبدي عندك الإفكتس البيشنت يبدي يصير ريفرسبل السيمتمز مالته زين وبعدين نسوي الاستايلكولين استريز اكتيفيتي تشوف ريجينينج للاكتيفيتي مال الاستايلكولين زين استريز يرجع الليفل مال الاستايلكولين استريز نتيجة الإفكت مال البراليدوكسين اوكي هذا الانتيدوتال ثيرابي اتروبين برايدوكسيم اتروبين اول ما أول هذا اللي راح نبدي به الاتروبين والبرايدوكسيم الى انديكيشنز اللي حكيناها اذا البيشنت يحتاج هاي دوزز مال اتروبين اذا البيشنت عنده ريسبيرتوري فيلير بيشنت عنده هيمودايناميك ستابيليتي بيشنت ديسريدميا بيشنت كوما او سيجر دول البيشنت يحتاجون يعني سيفير دول البيشنت يحتاجون لا نعيدها كل ساعة ذني دول البيشنت يحتاجون براليدوكسين مو بس أتروبين أوكي هذا الانتيدوتال ثيرابي آخر شيء ديسبوزيشن وين نودي للبيشنت خلنا نكتبها شوي أوضح ديسبوزيشن أنا ما أعرف ليش أحس إنه الكتابة إذا أعتني بيها راح أضيع الوقت يعني المهم ديسبوزيشن بيشنت وين ممكن يروح إذا البيشنت سيفير ICU patient severe ICU patient mild symptoms كلش mild او no symptoms patient اللي ما عنده symptoms او mild symptoms وعندك acetylcholine esterase level تقدر تسوي وسويته طلع عندك normal او كلش قليل decrease قليل decrease بي ممكن هذا تراقبه 6 ساعات ثم discharge home بس with follow up لان عرفنا اكو قلنا ممكن البيشنت بعدين تطلع عنده انترميديت سيندروم اللي حكينا عليه وريسبيرتوري مسل باراليسيس ممكن يصير عنده زين فلازم البيشنت اندر اوبزرفيشن يعني صح مايلد هسه هو زين او نو سيمتوم عند الاستالكولين استريز ليفل نورمال او سلايتلي ديكريز ممكن تطلع ديسشارج بعد 6 ساعات من المراقبه بس بشرط انه يكون فولو اب اوكي فولو اب اوكي اعتقد هذا كل اللي يعني كل اللي ردت احكي عن الاورجانوفوسفيت بويزنينج اسوي سمري سريع زين بدقيقه واحده عن كل البويزنينج اورجانوفوسفيت بويزنينج عاده ممكن يكون الاكسبوجر له ممكن ديرمال ممكن انهيليشن ممكن جي اي زين الديرمال انهيليشن عادة ممكن اكسبوجر بذول جماعة اللي يشتغلون بالاجريكلتشر زين او الزراعة الانجستشن عادة سويسايد زين الغاز مثل السارين وغيره هذا اللي تعرضوا له بالحروب الغازات اللي يسموها نيرف غاز هذا الاكسبوجر الباث فيزيولوجي مات ما يحتاج عيده يعني هو عباره عن 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 موليكيول يجي يقعد على الاستالكولين استريز ويمنع تكسير الاستالكولين يجمع الاستالكولين يسوي توكسيسيتي الساينز والسيمتومز حكيناها اذا على السي ان اس كوما وسيجر اذا على البريفيرال نيرفوس سيستم سوماتيك على النيوروماسكولار جانكشن شوف ويكنس باراليسيس فاسيكيوليشن على الاوتونوميك نيرفوس سيستم عندك باراسمباثيك سمباثيك الباراسمباثيك اكزوكراين جلاند كلها تشتغل زين اللي هي كلها سكريشنز لاكريميشن دياريا فوميتنج اند سو الكيلرز بي الثلاثه براديكارديا براديبنيا او برونكوريا وبرونكو كونستركشن
السمباثيك سيستم، هايبرتنشن، تاكيكارديا وميدرياسيس. ذني السيمبتومز على السمباثيك سيستم. هاي كلينيكال برزنتيشن لجا اكيوت كولينرجيك كرايسيس. ممكن بعد 24 ساعه و96 ساعه يجي البيشنت وذ انترميديت سيندروم باراليسيس، او ممكن كرونيك توكسيستي يجي بريفرال نيوروباثي. Diagnosis clinical ممكن الاستعانة بالكولين استريز ليفل، بس الدياجنوسيس مينلي كلينيكال. دير بالك من سوي الاي بي جي الاسيدوسيس معناها ورس اوت كم. التريتمنت عندك دي كونتامينيشن، نظف السكن. الجاستريك دي كونتامينيشن ما بي بنفيت. نجي على السبورتيف كير، سكشنينج للاير واي اذا البيشنت كان كوماتوس حط له تيوب، او اذا كلش اوفر سكريشن ما صرت عليه حط له تيوب للبيشنت. البريذنج مالته تراقب الاكسجينيشن، حط اكسجين اذا احتاج. الى الفنتيليشن مالته بور او هايبو فنتيليشن، حط له ما استفاد ميديكال ثيرابي حط البيشنت على ميكانيكال فنتيليشن. البيشنت اذا كان هايبو تنسيف او البيشنت تاكي او براديكارديا، زين انت الانتيدوت ممكن يحل لك هذا الموضوع. بعد السبورتيف كير نجي على الانتيدوت. انتيدوت عندك الاتروبين، والدوز مالته كلش مهم تعرفه، 1 الى 3 ملي جرام بالادلت، 0.05 ملغ بير كي جي بالبيدياتريك، وكل خمس دقائق تنعاد. الدوز اللي نعيدها هي دبل الدوز اللي قبلها، فكل دوز زين نعيدها هي دبل الدوز اللي قبلها، فممكن تحتاج دوزز عاليه جدا. بعد ما توصل للفول اتروبينايزيشن اللي هي شنو؟ كومبليت دراينس اوف سكريشن، اهم شيء زين توقف البلص وتبديل المينتنس دوز. المينتنس دوز هو 10 إلى 20% من الكوميوليتف دوز، وتنطيها أوفر 1 أور، كل أور تنطيها انفيوجن 10 إلى 20% من الكوميوليتف اللي حسبناها بالبداية. براليدوكسين تنطيه إذا البيشنت كان سيفير، احتاج هاي دوز من الأتروبين، بيشنت عنده ريسبيرتوري فيليير، بيشنت هيمودايناميك انستابل، ديسريدميا أو كوما أو سيجر. براليدوكسين الدوز ما تحكيناها بالأدلت 1 إلى 2 جرام، بالبيدياتريك 25 إلى 50 جرام، تنطيها اي في اي او اي ام، تنطيها اوفر 30 مينتس زين. بعدين اورلي ممكن تعيدها اذا البيشنت احتاج زين. تشوف الافكتس مالتي اللي هو ديكريز بالساينز والسيمبتومز مال البيشنت. هذا سمري سريع، هذا كل اللي اشتغل. ديسبوزيشن سوري بقى ديسبوزيشن، تايرد اي سي يو، بيشنت مايلد سيمبتوم او ما عنده سيمبتوم، ليفلز مالته little decrease او ماكو decrease بالليفل، ممكن patient discharge with close follow up. شكرا جزيلا، تصبحون على الف خير.